السلام الخوص، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. في الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا اول اكزام بالنسبه للاتوميسيك، يعني ليكزام ا غتلقاو 3 ولا 4 ديال لي زيكزام انصحهم غتلقاو في صندوق الوصف مع التمارين، يعني ضروري تكون شتي الدرس والتمارين، يعني ملخصات اللي درنا في الدرس والتمارين ديالهم. يعني بالنسبه للاكزام ما هو الا واحد ليكزام ديال ريفيست المحمديه 2017 2018، هما كيقراو ستركتور دو لا ماتيير، يعني ما كيقراوش لوتوميسيك بالضبط صافي، ولكن لوتوميسيك عندهم شابيتر فوست ستركتور دو لا ماتيير صافي، كيقراو هما سبعه ديال لي شابيتر، يعني لوتوميسيك ما هو الا شابيتر من داك السبعه. المهم انت غادي تلقى التمارين، يعني ستركتور دو لا ماتيير غتلقى التمرين ديال الثيرموديناميك شيمي، وهذا ما درناش فيه داك لونتروبي صافي، فيه بزاف ديال لي زونتروبي، حنا نشوفو لونتروبي ومجموعة ديال لي فونكسيون خصك تجبدهم. ما علينا ما نشوفوش، حنايا خدمنا لوتوميسيك، غنشوفو التمارين اللي تحطو في هاد ليكزامان بالنسبة لوتوميسيك. أول تمرين فيه كان عليه خمسة ديال النقاط، إذا بالنسبة للتمرين رقم واحد اللي كان عليه خمسة ديال النقاط، هاد التمرين هذا شنو قال ليك؟ قال ليك لو دياغرام ديميسيون، يعني ديال الهبوط ديال لاتوم دو ليتيوم صافي، دياغرام ديميسيون ديال لاتوم دو ليتيوم و لاتوم ديال ليتيوم، قال لك بلي نوميرو دو نوميرو اتوميك زد كيساوي 3، الليتيوم اصلا خدمنا به بزاف، زد كيساوي 3، اذا هنا خدامين حنا على الليتيوم صافي. قال لك لو دياغرام ديميسيون دو لاتوم دو ليتيوم دو نوميرو اتوميك زد كيساوي 3 اي ريبريزونتي بار 4 ترانزيسيون، يعني هذيك ليميسيون ديال هاد الليتيوم يعني فيها اربعه ديال الهبطات اللي كتهبط، وكل هبطة من داك الهبطات قال لك باللي عندها واحد لونغور دون، قال لك لي لونغور دون كوريسبوندون كوريسبوندون سون لونغور دون ديال داك الهبطات كاملين عطاهم لينا. مثلا لونغور دون ما بين ليطاج جوج هو كيدير ايميسيون، يعني من الفوق يهبط لتحت، ما بين جوج ماشي لي طاحت ماشي في التيرموديناميك، ما بين لوربيتال الثاني ولوربيتال الاول، يعني ما بين ان كيساوي جوج وان كيساوي واحد، كاين واحد لونغور دون اللي كتساوي لينا 671 نانومتر، نانومتر هو 10 اس ناقص 9 متر. عندنا لونغور دون ما بين لوربيت الثالث ولوربيت الثاني كيساوي لينا هو 812 نانومتر، وعندنا لونغور دون ما بين لوربيت الرابع ولوربيت الاول كيساوي لينا هو 323 نانومتر، واللونغور دوند ما بين لوربيت الخامس ولوربيت الثاني كيساوي لينا هو 610 نانومتر. هادو هما لي ترانزيسيون اللي كدير ما بين ليطاج جوج، ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول، ما بين لوربيت الثالث ولوربيت الثاني، وما بين لوربيت الرابع ولوربيت الاول، وما بين لوربيت الخامس ولوربيت الثاني. يعني من هنا الى جينا حطيناهم هنا ان كتساوي واحد، ان كتساوي جوج، ان كتساوي 3، ان كتساوي 4، ان كتساوي 5، حنا عندنا حد 5 تما. يعني شنو هما لي ترانزيسيون اللي كدير؟ الى رسمنا هنا هادو يعني ديال الانرجي دياغرام انرجيتيك، فهنا هي ايميسيون يعني كتهبط، هي شنو الهبطات اللي عندها؟ عندها ما بين ليطا جوج وليطا واحد، يعني كتكون في ليطا جوج واش كيوقع ليها؟ كتهبط ماشي ليطا، وانما كتكون في لوربيت الثاني وكتهبط لوربيت الاول، كتكون في لوربيت الثالث وكتهبط لوربيت الثاني، يعني هنا مثلا كانت في لوربيت الثالث هبطات لوربيت الثاني، كتكون في لوربيت الرابع وتهبط لوربيت الاول مباشرة، ها لوربيت الرابع كتهبط لوربيت الاول مباشرة، وكتكون في لوربيت الخامس وكتهبط لوربيت الثاني، يعني هادو هما لي ترانزيسيون اللي كدير هي صافي. حنا ماشي سخنا، حنا نشوفو غير هاد لي ترانزيسيون هما اللي عندرسوهم، عطاك لونغور دون ديال كل وحدة فيهم. هنا الليتيوم راه ما قالكش بلي هو ايون، يعني ماشي هيدروجينويد، يعني ما نخدموش بالمودير دوبور، غادي نخدمو بالمودير كوانتيك. اذا شنو قال لنا في السؤال واحد؟ قال لك ديتيرميني لينيرجي اون الكترون فولت دي فوتون ايمي لوغ دو شاكان دي 4 ترانزيسيون، يعني في كل ترانزيسيون من هادو كاين واحد لينيرجي ياك، ما بين هاد لي طادو وما بين ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول كاين واحد لينيرجي، ما بين لوربيت الثالث ولوربيت الثاني كاين واحد لينيرجي ديال ليميسيون، كنعرفو بلي لينيرجي ديال ليميسيون كتكون نيجاتيف، ما بين لوربيت الرابع ولوربيت الاول كاين عاوتاني واحد لينيرجي ديال داك الفوتون، حيت حنا قلنا باش يهبط مثلا من هنا لهنا اش كيوقع؟ هو في الاول مثلا كيكون في ليطا 1
ولا في الفلوربيت الاول كنضربوه بواحد الفوتون عنده واحد الطاقه ديال طا او. مين كيكتسب داك الطاقه اش كيدير؟ كيدير يعني كيطلع صافي كيدير واحد لابسوربسيون كيطلع من لي طا 1 نهاد لي طا 4 مثلا. هو مين كيوصل داك لي طا 4 ما كيرتاحش تما صافي حيت هو اصلا الالكترون كيرتاح في بلاصتو اللي كان فيها في الاول يعني هو يرتاح هنا. اش كيوقع؟ هو كيبقى يقلب يهبط كيدير يهبط مي يهبط راه يفقد واحد الطاقه. هذيك الطاقه هي الطاقه ديال ليميسيون. هذيك الطاقه ديال ليميسيون راه ماشي شي طاقه يعني الطاقه لا تنحافظ الطاقه كتبقى يعني ما كتبدد ما كيوقع ليها والو يعني الطاقه اللي ضربتو بها هي نفس الطاقه اللي غادي يفقدها وغادي يهبط لبلاصتو. يعني هاد الطاقه اللي غادي يفقد شنو هي؟ هي ناقص دلتا او اللي هي الطاقه ديال الفوتون اللي قذفتو بها انا في الاول صافي. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نجي نكتب ناقص دلتا او يعني الطاقه اللي غيفقد هي ناقص دلتا او ومن بعد انا نجبد دلتا او. مثلا دلتا او هي اللي كاينه مثلا ما بين لي طا 1 ولي طا 4 ولا ما بين لوربيت 1 ولوربيت 4. المهم غادي نجبدهم. حنا شنو كنعرفوا العلاقه ديال دلتا او يعني الغولاسيون ديال بلانك؟ اش كيقول لنا بلانك؟ اذا في الاول كنعرفوا بلي دلتا او كتساوي لنا هي اش فوان يو ياك. هذه في الحاله ديال لابسوربسيون يعني هذه كتكون بوزيتيف حتى هذه كتكون بوزيتيف. ولكن في الحاله ديال ليميسيون هو هابط غتولي دلتا او هي ناقص اش فوان يو كتخرج واحد الناقص حيت هذه راه نيجاتيف حتى هذه خصها تكون نيجاتيف حيت ماشي شي حاجه نيجاتيف كتساوي شي حاجه بوزيتيف راه ما يمكنش صافي. عمر شي حاجه سالبه ما تساوي شي حاجه موجبه. اذا العلاقه اللي نخدم بها هي دلتا او اش كتساوي ليا ناقص اش فوان يو. وشنو هو ني؟ هو الفريكونس. كنعرف بلي السي اللي هي سرعه الضوء 3 × 10⁸ اش كتساوي ليا؟ هي لونغور دوند فوا الفريكونس. يعني من هنا الا بغيت الفريكونس شايكون هو السرعه الضوء على داك لونغور دوند. اذا من هنا غادي نجي نعوض هاد الفريكونس هنا انت تحط ليه العلاقات دير سينتاز انا حسب السبوره غادي نكتب هادشي دغيا يعني في البلاصه يعني ناقص اش فوا سي على لاندا. لاحظ معايا بلي اش الكونستون ديال بلانك القيمه ديالها كيعطيك في المطايز عاطيها ان هي 6.62 × 10⁴. سي هي الفيتاس ديال لوميير دون لو فيت يعني السرعه ديال الضوء في الفراغ اللي هي 3 × 10⁸. وبالنسبه للاندا على حسب كل حاله من هذا. اذا دابا اجي نشوفوا مثلا داك لينيرجي ديال ليميسيون صافي هنا غادي تخرج لينا بالفولت غتخرج لينا بالجول حيت انا كلشي غيكون بالوحدات ديالو. اذا بالنسبه وحنا نحولوا الالكترون فولت. اذا بالنسبه ليا دلتا او مثلا ما بين اش ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول هذه اش كتساوي ليا؟ هي ناقص اش بالنسبه لاش شحال هي؟ هي 6.62 × 10⁴ مضروبه في السي. السي شحال هي؟ هي 3 × 10⁸ مقسومه على اش؟ مقسومه على لاندا. لاندا هنا غادي تكون لاندا ما بين اش ما بين لي طا دو ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول يعني ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول شحال هي؟ هي 671 نانومتر يعني في 10⁻⁹ باش نحولها للمتر. يعني هنا ندير لابليكاسيون نيميريك شحال تخرج ليا دلتا او ما بين لي طا ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول. هنا تخرج بالجول حيت هنايا دارت الوحدات يعني في النظام العالمي للوحدات يعني ضروري تخرج بالجول. انا نحول الالكترون فولت من بعد. اذا بالنسبه ليا هنا ناقص 6.62 مضروب في 10⁻⁴ مضروب في 3 مضروب في 10⁸ مقسوم على 671 في 10⁻⁹. القيمة اللي تخرج لينا هي ناقص 2.95 هي ناقص 2.95 في 10⁻⁹. هادي باش بالجول. وانا شنو كنعرف التحويل ما بين الجول والالكترون فولت؟ كنعرف بلي واحد الكترون فولت اش كيساوي ليا؟ هو 1.6 × 10⁻⁹ جول. لاحظ معايا هنا عندي 10⁻⁹ جول. اذا نجبد 10⁻⁹ جول من هنا 10⁻⁹ جول غتساوي ليا غنقسم على 1.6 يعني هو الالكترون فولت على 1.6 يعني هذه الا بغيت نحول الالكترون فولت غتكون هي ناقص دلتا اي ما بين لي طا دو ما بين لوربيت الثاني ولوربيت الاول غتساوي هي ناقص 2.95
هنا فاش 10 اس ناقص 19 جول شحال هي؟ هي 1 الكترون فولت، يعني الوحده هنا تولي بالالكترون فولت على 1.6. اذا هنا هذه تخرج بالالكترون فولت، يعني بالنسبه لدير طا او ما بين لي طا ولا ما بين لوغبيت الثاني ولوغبيت الاول شحال كتساوي؟ هذه نحسب هنا ناقص 2.95 مقسوم على 1.6، القيمه اللي كتعطينا هي ناقص 1.84 ناقص 1.84 3. هذه باش بالالكترون فولت، اذا هذه هي دلتا اي ما بين لي طاز ما بين لوبيت الثاني ولوبيت الاول. بالنسبه للقيم كتبوهم عندكم، انا ندير واحد السبوره هنا داير سبوره هنا غادي نبقى نكتب فيها اي حاجه خرجت لينا. اذا بالنسبه لينيرجي ديال ليميسيون ما بين لوبيت الثاني والاول احنا تهنينا منها. اجي دابا نعاودو نفس البلان معاياش مع لينيرجي ديال ليميسيون ما بين لوبيت، على حساب هنا شنو عندنا ما بين لوبيت الثالث والثاني، على حساب داكشي اللي عطانا هو، يعني ماشي غنمشي ندير شي حاجه من راس. اذا بالنسبه لهنا دلتا او ما بين لوبيت الثالث والثاني هي ناقص اش سي على لاندا ما بين لوبيت الثالث والثاني، يعني هي ناقص شنو هي اش؟ بالنسبه لاش هي 6.62 10 اس ناقص 34 في السي اللي هي 3 في 10 اس 8 مقسومه على لونغور دوند ما بين لوبيت الثالث والثاني اللي هي 812 في 10 اس ناقص 9، صافي حيت واحد نانومتر هي 10 اس ناقص 9 متر. اذا هنا غادي نحسب 6.62 في 10 اس ناقص 34 مضروبة في 3 مضروب في 10 اس 8 مقسوم على ياش؟ على 812 في 10 اس ناقص 9. في الاول 6.62 القيمة اللي كتخرج لينا هي 2 مع ناقص هي ناقص 2.445 هنا في 10 اس ناقص 19. هذه باش بالجول نحول الالكترون فولت، يعني نقسم على 1.6، يعني هي ناقص 2.445 على 1.6. دابا القيمة شحال تخرج؟ تخرج بالالكترون فولت، يعني دلتا او ما بين لوغبيت الثالث والثاني شحال تساوي ليا؟ ندير هنا غادي نقسم هاد 2.445 على 1.6، القيمة شحال؟ هي 1.، هي مع ناقص هي ناقص 1.52 8. هادي باش بالالكترون فولت، اذا هادي هي لينيرجي دو ليميسيون ما بين لوربيت الثالث والثاني، هي ناقص 1.52 8 الكترون فولت. ندوزو دابا للثالثة والرابعة، هنا نحاول هادو نزرب عليهم دغيا، يعني نعوض ار تعويضات. هنا ديال طا او ما بين لوربيت الرابع والاول شنو هي؟ هي ناقص اش. شنو هي اش؟ هي 6.62 في 10 اس ناقص 34 هنا مقسوم في 10 اس ناقص 34 في السرعة الضوء اللي هي 3 في 10 اس 8 مقسوم على لونغور دوند ما بين لوربيت الرابع والاول اللي هي 323 نانومتر، يعني مضروبه في 10 اس ناقص 9 نحولها للمتر. اذا دلتا او ما بين لوربيت الرابع والاول شحال غتساوي ليا؟ نحسب هنا القيمه العدديه. هنا ممكن نحولها ديريكت عاوتاني، علاش نحول الالكترون فولت نقسم على 1.6 باش تحول، ولكن ما عرفتش واش كاين هذيك 10 اس ناقص 19 ما يمكنليش نقسم بلاتها. اذا بالنسبه لهنا عندي ناقص 6.62 في 10 اس ناقص 3 ناقص 34 في 3 في 10 اس 8 هادشي كان مقسوم على 323 في 10 اس ناقص 9، فالقيمة شحال؟ هي 6.148 مع ناقص اللي كاينه برا هي ناقص 6.148 في 10 اس ناقص 19 جول. حول الالكترون فولت غتقسم على 1.6، يعني دلتا او ما بين لوبيت الرابع والاول شحال غتساوي؟ هي ناقص قسم هاد 6.1448 على 1.6. اذا
6.148 بعد 1.6 القيمة العددية شحال هي 3 مع ناقص هي ناقص 3.84 جول هادي باش بالإلكترون فول إذا بالنسبة لينيرجي ديال ليميسيون ما بين لوربيت الرابع ولوربيت الأول شحال هي هي ناقص إيميسيون يعني ضروري تكون سالبة هي ناقص 3.84 جول إلكترون فول ندوزو دابا بالنسبة لينيرجي ديال ليميسيون آخر وحدة بقات لينا السؤال الأول اللي هي ديال هاد ليميسيون ما بين لوربيت الخامس ولوربيت الثاني يعني بالنسبة لهنا ديال الطابيو ما بين لوربيت الخامس ولوربيت الثاني شحال غتساوي هي ناقص اش اللي هي 6.62 في 10 أس ناقص 34 ونضربها في السير اللي هي 3 في 10 أس 8 مقسوم على لونغور دوند اللي هو 610 في 10 أس ناقص 9 فاش نحولها للمتر يعني بالنسبة لهنا ديال الطابيو ما بين ليطا 5 ولا لوربيت الخامس ولوربيت الثاني شحال غتساوي ليا 6.62 في 10 أس ناقص 34 مضروب في 3 مضروب في 10 أس 8 مقسوم على 610 في 10 أس ناقص 9 القيمة اللي كتعطينا هي ناقص 3.25 في 10 أس ناقص 19 هادي باش بالجول نحولها للإلكترون فولت ما بين ليطا 5 وليطا 2 فهنا نقسم على ايش على 1.6 يعني هذه نقسم على 1.6 حيت 10 اس ناقص 19 جول هي الكترون فولت على 1.6 اذا هنا 3.255 مقسوم على 1.6 هي 2.03 يعني هذه هي ناقص 2.03 4 باش بالالكترون فولت اذا هذه هي اخر انرجي ديال ليميسيون اللي هي لينيرجي ديال ليميسيون ما بين ليطا 5 وليطا 2 شحال سوات لينا هي ناقص 2.03 الكترون فولت مزيان دابا سالينا السؤال الاول نشوفوا السؤال الثاني شنو قال لنا باش نشوف السؤال الثاني هنا ممكن نمسح هادشي هذا كامل اللي عندنا ما بقاش نحتاجو دابا نحتاج غير القيم اللي خرج او ما عندي هنا في السبوره يعني نحتاج اي حاجه غادي نحطها شنو قال لنا في السؤال الثاني قال لك لينيرجي دو نيفو 1 فو يعني عطاك لينيرجي ديال نيفو 1 باش حسبها حسبها بسلاطر صافي حيت حنا عندنا الليثيوم دابا ماشي هيدروجينويد باش يحسبها ببور اذا مشى حسبها بالميثود ديال سلاطر هنا 3 قال لك باللي اي 1 شحال كتساوي هي ناقص 5.39 الكترون فولت اذا عطاك اي 1 وشنو قال لك قال لك كالكولي لينيرجي اي اي حسب ليا اي اي ديالاش اون الكترون فولت بالالكترون فولت ديالاش اشاك كان نيفو دو دياغرام ديميسيون حنا الدياغرام ديميسيون شنو لقينا فيه شنو عطانا عطانا لاندا ما بين اش و اش لاندا ما بين جوج و واحد عطانا لاندا ما بين 3 و جوج عطانا لاندا ما بين 4 و واحد وعطانا لاندا ما بين 5 و جوج نتاكد لاندا ما بين 5 و 2 لاندا ما بين 4 و 1 لاندا ما بين 3 و 2 هادشي اللي عطانا اذا غنمشي نحسب انا لينيرجي في كل يعني في كل بلاصه كل نيفو من هادو حنا او 1 عطاها لينا شنو بقى لنا بقى لنا او 2 و او 3 و او 4 و او 5 يعني هنا غنمشي نحسب شنو غنمشي نحسب او 2 و 3 و او 4 و 5 هادو لي نيفو ديال لينيرجي هادو نقدروا نحسبهم بسلاطر ياك ولكن هو قال لك ما تحسب ليش بسلاطر صافي انت ما تحسبش بسلاطر يعني تحسب بالطريقه الاعتياديه يعني بالنسبه ليا هنا هاد لي نيفو ديال انرجي نحسبهم بالطريقه الاعتياديه شنو هي الطريقه الاعتياديه انا عندي او 1 ياك وعندي من قبل شنو جبدت من قبل جبدت لينيرجي ديميسيون ديال طا او ما بين لي طا 2 لي طا 1 شحال تساوي ليا راه هي دائره هي لينيرجي في لي طا فينال هنا شنو هي مشى من 2 ل 1 يعني هي او 1 ناقص او 2 وانا علاش كنقلب كنقلب على او 2 اذا او 2 غنجيبها من هنا ودير طا او ما بين 2 و 1 عندي هنا الطرف الثاني يعني ان او 2 شحال تساوي ليا هي او 1 ناقص هاد دلتا او ما بين 2 و 1 هنا ندير لابليكاسيون نيميريك شنو هي او 1 هي ناقص 5.39 بالالكترون فولت وهنا ناقص دلتا او ما بين 2 و 1 اللي هي ناقص 1.84 3
وتا هي بالالكترون فولت، يعني القيمه هنايا ديال اي 2 غتخرج لنا بالالكترون فولت. شحال هي اي 2؟ اي 2 هي ناقص 5.39 ناقص 5.39، وهنا ناقص مع ناقص هي زائد، يعني زائد 1.843. قيمة الضرورة تكون سالبة هي ناقص 3.547، هذه باش الالكترون فولت. إذن هذه هي اي 2. إذن احنا جبدنا اي 2، شحال خرجت لينا اي 2؟ هي ناقص 3.54 بالالكترون فولت. نمشي نجبدو حاجة ثانية، مثلا عندي هنايا ما بين 3 و 2، إذا خصني اي 3، اي 3 ما نقدر نجبدو من داك لينيرجي ديميسيون ما بين 3 و 2. إذا نجي نخلي اي 2 عندي هنا، لينيرجي ديال ديميسيون ما بين 3 و 2، لينيرجي ديال ديميسيون ما بين 3 و 2 حسبتها في السؤال السابق، شنو هي؟ هي لينيرجي في 8 ايطاف، ايطاف فينال هو من 3 ماشي من 2، يعني من 3 هاب من 2، يعني هي اي 2 ناقص اي 3. يعني من هنا الى بغيت اي 3، شنو هي اي 3؟ اي 3 يعني ناقص اي 3 جينا الطرف تولي هي اي 3، هنا تبقى لي اي 2، وهاد دلتا او ما بين 3 و 2 فين الطرف الثاني تولي ناقص دلتا او ما بين 3 و 2. دير لابليكاسيون نيميريك، شنو هي اي 2؟ ها هي اللي حسبتها، ناقص 3.547، وهنا ناقص دلتا او ما بين 3 و 2، شحال هي دلتا او ما بين 3 و 2؟ هي ناقص 1.528، ناقص 1.528 بالالكترون فولت. اذا هنا القيمه ديال تي 3 شحال غتخرج لينا؟ شدو آلة حاسبة ونحسبو هاد، ناقص 3.547 وهنا زائد 1.528. القيمة اللي غتخرج لينا هي ناقص 2.019، هادي باش بالالكترون فولت. مزيان، إذا بالنسبة لي 3 شحال هي إي 3؟ راه هي ناقص 2.019 إلكترون فولت. أجي نشوفو دابا بالنسبة لإي 4، إي 4 منين نقدر نجبدها؟ عندي إي 4 هنايا شنو؟ لاندا ما بين 4 و 1، يعني نقدر نجبدها بالإنيرجي ديونيزاسيون ما بين 4 و 1. مثلا نشوفو داك الإنيرجي ديونيزاسيون ما بين 4 و 1 شحال كتساوي، يعني دلتا إي ما بين 4 و 1 شحال كتساوي؟ هي اي فاش في 1 اللي هي اللي طافينا حيت هما 4 هابط ل 1، يعني اي في 1 ناقص اي في 4. يعني هنا الا بغيت هاد اي 4 نجيبها من هاد الطرف غتولي اي 4 اش كتساوي ليا؟ هنا اصلا كاين اي 1، وهاد دلتا اي تمشي من الطرف الثاني تولي ناقص دلتا اي ما بين 4 و 1. ديال لابليكاسيون نيميريك شنو هي اي 1؟ ها هي عطاها ليا هو اصلا ناقص 5.39، وهنا ناقص شنو هي دلتا اي ما بين 4 و 1؟ راه هي ناقص 3.842، ناقص 3.842، هادي بالالكترون فولت وهادي بالالكترون فولت، غتخرج النتيجة بالالكترون فولت. يعني شنو هي؟ U4 بالالكترون فولت، هنا ناقص 5.39، ناقص 5.39، هنا ناقص مع ناقص هي زائد، يعني زائد 3.842. هنا القيمة شحال كتخرج لينا؟ هي ناقص 1.548 الكترون فولت، هادي هي U4. إذا بالنسبة لـ U4 شحال خرجت لينا؟ هي ناقص 1.548 إلكترون فولت. آخر وحدة شنو بقات لينا؟ هي U5. هنا عندي لاندا ما بين 5 و 2، يعني جبدت لينيرجي ديميسيون ما بين 5 و 2. إذا هنا نخدم عاوتاني نفس القانون، ولينيرجي ديميسيون في 2 راه جبدتها من قبل، يعني هنا دلتا اي ما بين 5 و 2 شنو هي؟ هي اي في 2 ناقص اي في 5، ياك؟ شوف هادشي دابا يتقطع، هي اي في 2 ناقص اي في 5، انا كنقلب على اي في 5، غنجيبها من هاد الطرف، يعني اي في 5 اش غتساوي ليا؟ هي اي 2 اللي بقات هنا، وهاد دلتا اي ما بين 5 و 2 تمشي للطرف الثاني هي ناقص دلتا اي ما بين 5 و 2. يعني من هنا شنو هي اي 5؟ هي اي 2، اي 2 جبدناها من قبل اللي هي ناقص 3، ياك ناقص 3.547، وهنا ناقص دلتا اي ما بين 5 و 2 حتى حسبناها اللي هي ناقص 2.034. اذا القيمه ديال تي 5 شحال غتخرج لينا؟ ناقص 3.547
وهنا ناقص مع ناقص هي زائد زائد 2.034. القيمة العددية شحال؟ هي ناقص 1.513 إلكترون فولت. إذا بالنسبة لـ 5 هي ناقص 1.513 إلكترون فولت. إذا هذه هي القيمة ديال تي 5. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث قال لك بور كيل فالور دو لا لونغور دون دي غاي دو غيا دو غادياسيون انسيدون لاتوم ديليوم سابيغ ان اونيزاسيون ا بارتيغ دو ليتا فوندامونتال. يعني شنو هو داك لونغور دون اللي خصنا حنا باش داك الالكترون اللي كاينه في ليتا فوندامونتال يمشي ليتا ديونيزاسيون. ليتا ديونيزاسيون يعني الليثيوم فين غيفقد الكترون. اذا بالنسبه لهنا السؤال الثالث خصنا نجبدوا لونغور دون شحال كيساوي. ياك خصنا نجبدوا لونغور دون شحال كيساوي. اذا بالنسبه ليا هنا لونغور دون لاحظ معايا الا بغيت لونغور دون 3 بغيت لونغور دون ديالاش ديال ليونيزاسيون غنكتب حداه اي او ديال ليونيزاسيون. كنقدر نجبدو عندي القانون بلي دلتا اي ديالاش ديال ليونيزاسيون اش كتساوي ليا هي اي ديالاش ديال داك الليثيوم ديال الايون ديال الليثيوم حيت الليثيوم شحال وقع له هنا ال اي 3 غادي يفقد الكترون يعني يولي ال اي 3 بلس وهنا زائد واحد الالكترون اللي فقدو ياك يعني هنا راه فقد ليا واحد الالكترون. يعني لينيرجي ديال اليونيزاسيون اش غتكون هي لينيرجي ديال داك الليثيوم اللي هو ايون يعني من فقد الكترون ديال ال اي بلس وهنا ناقص لينيرجي ديالاش ديال الليثيوم في الحاله اللي عطاني هو شنو قال لك في ليتا فوندامونتال. ليتا فوندامونتال ان كتساوي واحد يعني هنا ناقص اي ان. اذا دابا شنو خصني انا خصني لونغور دون وانت كتقول لي دابا دلتا اي وانا كندويك على لونغور دون ديالك غادي نقول لك باللي هاد دلتا اي هادي خصني نشوف غير واش غتخرج موجبه ولا سالبه ولا انت عامه باش تحيد راسك لا فالور ابسولي ديال دلتا اي ديال اي حاجه دابا نقولوا ديال ليونيزاسيون شحال تساوي ليا هي لان هي اش كونستون دو بلا فواني ديالاش ديال ليونيزاسيون هادي دائما موجبه وهادي بلا فالور ابسولي دائما غتكون موجبه. شنو هي هاد ني راه هي اش مقسومه على شنو هي ني ني هي سي على لونغور دون ديال داكشي اللي عندك. حنا عندنا ني ديال يعني عندنا الفريكونس ديال ليونيزاسيون اذا لونغور دون هو غيكون ديال ليونيزاسيون. ومن هنا الا بغيت لونغور دون شيكون لونغور دون ليونيزاسيون غيكون هو ايضا يطلع من هنا وديلتا اي غتهبط يعني يكون هو اش فوا سي على لا فالور ابسولي ديال ديلتا اي ديال ليونيزاسيون. شوف لينيرجي ديال ليونيزاسيون راه دائما كتكون موجبه حيت هو راه يدير واحد لابسوربسيون صافي يعني ممكن تحيد لا فالور ابسولي درتها غير تحفظا صافي. اما هي راه لينيرجي ديال ليونيزاسيون راه يطلع من ليطا فوندامونتال حتى لواحد ليطا فين غيفقد الالكترون يعني راه طالع يعني اكتسب طاقه باش يقدر يطلع يعني داك الطاقه كتكون موجبه حيت اي سيستيم فيزيك الطاقه اللي كيكتسبها موجبه الطاقه اللي كيفقدها سالبه. يعني هذه هي العلاقه ديال لينيرجي ديال ليونيزاسيون. شنو ناقصني هنا باش نحسب عندي اش كونستون سي كونستون اذا بقات ليا هاد لينيرجي ديال ليونيزاسيون. اذا بالنسبه لي هنا نكتب العلاقه باش نمشي نقلب على داك لينيرجي ديال ليونيزاسيون. اذا هنايا لاندا ليونيزاسيون شنو هي هي اش سي سور دلتا اي ديال ليونيزاسيون. دابا بقى لي نحسب غير هاد لينيرجي ديال ليونيزاسيون. اذا اي ان عندي شنو بقى ليا بقى لي نحسب اي ديال ليثيوم ديال الايون ديال ليثيوم من بعد ما فقد كي عندنا نحسبو بسلاطر هو شحال كان فيه من الكترون في الاول كان فيه 3 اذا هنايا ال اي في الاول كان فيه 3 وفقد الكترون يعني شحال ولا عنده العدد الالكترونات النومبر ديال لي زيليكترون شحال ولا 3 وفقد واحد هما جوج. الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو كي غتكون هي 1s2 صافي. اذا بالنسبه ليا هنا في السلاطر شنو غتكون عندي غتكون هذه هي النوايو راه دوينا على السلاطر وهنا شنو عندي هنا في الاول كتكون ان اس. حنا ان اس شحال فيها من الكترون كاينين فيها جوج د الالكترونات يعني ها الالكترون الاول ها الالكترون الثاني. شنو كيقول لنا السلاطر كيقول لك السلاطر بلي لينيرجي السلاطر كيمشي هو اصلا هنايا ما عرفتش واش عطاها لينا ما عطاهاش حتى السؤال الموال التمرين الثاني يمكن السلاطر اش كيقول لينا كيقول لك بلي لينيرجي كيمشي على داكشي اللي قال هو كيقول لك بلي لينيرجي
في واحد البلاصة مثلا هنا في ان اس ديال الكترون واحد كتساوي ليا هي ناقص 13.6 هنا فاش في الزانك افكتيف على ان افكتيف او كاري هادو راه دوينا عليهم في سلاطر شنو هما بالنسبه لهنا ان كتمشي للكوش دو فالونس مثلا هنا الكوش دو فالونس راه هي نفس هذه واخا هنا ما كاينش كوش دو فالونس ما علينا المهم ان هنا هي واحد صافي عدد الالكترونات هنا شحال هما جوج الالكترونات اللي هما حطيناهم هنا مزيان اذا بالنسبه نختار الكترون منهم راه شفنا سلاطر كيفاش كنطبقوها مثلا تختار اما هذا ولا هذا فمن اختاريتي واحد فيهم فراه داكشي اللي قبل وداكشي اللي معاه كيطبق عليه واحد ديال فيليكرون باش تحسب هاد الزاد افكتيف حيت شنو كنعرف انا كنعرف بلي الزاد افكتيف هي نفس الزاد ناقص لا سون ديالاش ديال لي زيفي ديكرون وراه شفنا صراحه هادشي بالضبط صافي في التمارين وفي الكور ديال السلاط رجع 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 شوف الا ما كنتيش شفتي الزاد شنو هي راه هي ثلاثه عندك تقول لي جوج راه ماشي النومبر ديال الكترون لا نيميرو اتوميك يعني ثلاثه ناقص لا سون ديال لي في ديكرون هنا شنو عندي واش قبل عندي شي الكترونات قبل من هاد المدار ان اس ما كاين حتى شي الكترونات من قبل كاين عين نوايو اذا شنو بقات عين لي في ديكرون اللي كيطبق هاد الالكترون هذا هاد الالكترون لي في ديكرون اللي كيطبق يعني واحد كاين الكترون واحد لي في ديكرون شنو الكترون من ان اس كيطبق واحد لي في ديكرون على ان اس يعني بالنسبه لهاد لي في ديكرون هي 0.31 غتقول لي نتايا انا نسيت ما قدرتش نجبدها ما عقلتش عليها نقول لك سير عند السؤال ولا التمرين الموالي راه قال لك بلي لي في ديكرون ديال ان اس مع ان اس هي 0.31 غتجبدها من تما هادشي لا نسيتيها اذا بالنسبه لهنا الزاد افكتيف غادي نحسبه بالنسبه لان اس يعني ان الكترون من ان اس شحال تساوي ليا 3 ناقص 0.31 القيمة شحال هي 2.69 ياك وانا لاحظ معايا شنو هو الانرجي ديال هذا الليثيوم من بعد ما فقد الكترون هو شحال ولا فيه من الكترون في ولاو فيه جوج فين في ان اس يعني لاحظ معايا يعني ان الانرجي ديال الايون ديال الليثيوم شنو هي راه هي نفس الانرجي ديال هذا المدار هذا يعني الانرجي ديالاش ديال ان اس وهنا راه كاينه فيه جوج الالكترونات هاد ان اس ياك يعني جوج الالكترونات في الانرجي ديال المدار ان اس يعني هما جوج وشنو هي الانرجي ديال المدار ان اس لاحظ معايا الانرجي ديال المدار ان اس راه نجبدها من هنا هي ناقص مضروبه في ناقص 13.6 ياك هنا الزد افكتيف ديال ان اس شحال هي الزد افكتيف خرجت لينا 2.69 هنا 2.69 مقسومه على ان انا شنو عندي عندي ان اس شنو كاين حدا اس كاينه واحد اذا مقسومه على واحد هذه مالا او كاري غادي نحسب دابا لينيرجي ديال الايون ديال الليثيوم هادشي حسبناه فايت حسبناه في التمارين ديال الكور اللي درت معكم في السلاطر اذا بالنسبه لهنا جوج مضروب في ناقص 13.6 مضروب فاش في 2.69 او كاري القيمه شحال هي ناقص 199 ناقص 196.82 صافي ديو عيد 82 هنا راه بالالكترون فولت حيت راه طبقنا داك لوا ديال تبور صافي كتخرج هنا بالالكترون فولت اذا هذه هي الانرجي ديال الليثيوم باش بالالكترون فولت دابا نقدر نحسب دلتا اي الانرجي ديال يونيزاسيون ولا لا نقدر نحسبها كي قلت لك غتخرج بوزيتيف خرجت نيجاتيف شنو عندك شي غلط اذا بالنسبه ليا هنا لاحظت معايا بلي لينيرجي ديال يونيزاسيون ديال طا اي شحال تساوي ليا هي لينيرجي ديال الايون ديال الليثيوم اللي هي ناقص 196 فاصله 82 هنا كاين شي اشكال هنا كاين شي اشكال هنا حنايا قال لك النيفو ان كتساوي واحد ما قالناش لي طافوندامونتال ما قال لنا حتى شي حاجه اذا بالنسبه لهنا هاد لينيرجي ديال الليثيوم حتى هي نقلب عليها هنا غادي تكتب لينيرجي ديال الليثيوم في ليطا في ليطا فوندامونتال حيت هنا ما قال لنا حتى شي حاجه عليها ما قالكش باللي او ان هي لينيرجي ديالها حيت هنا عودتي ما تلقاش شي قيمه اكبر من زيرو اصلا غلط انا صحاب لي بلي ديك او ان كيما شفنا فور هي ديال ليطا فوندامونتال ولكن لا غلط صافي اذا بالنسبه لهنا لينيرجي ديال الليثيوم يعني ديال الايون ديال الليثيوم اللي هي ال اي بلس شحال سابت لينا هي ناقص 196.82 الكترون فولت دابا شنو خصني نحسب حسب لينيرجي ديال الليثيوم اذا نجي نحسبوا لينيرجي ديال الليثيوم
الليثيوم شحال فيه من الالكترون؟ فيه 3. علاش ندير الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالتو؟ اذا بالنسبه لهنا الليثيوم شحال فيه 3 الالكترونات، الكونفيغوراسيون الكترونيك شحال هي؟ هي 1s2 وهنا 2s1. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا سلاتر، الا بغيت نخدم سلاتر، هنا عندي نوايو، هنا عندي 1s1 صافي، ولا 1s2 شحال كان، شحال ما كان فيه. وهنا شنو كاينه؟ كاينه 2s دو بي، ولكن هنا ما عنديش بي، ما نكتبش دو بي. اذا بالنسبه لهنا هذا فيه الكترون واحد وهذا فيه جوج. مزيان، يعني هذا فيه جوج الالكترونات وهذا فيه الكترون واحد. اذا هنا شنو هي الانرجي ديال الليثيوم؟ لاحظ معايا الانرجي ديال الليثيوم راهي ما هي الا الانرجي ديالاش ديال الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالها، يعني هي الانرجي ديال 1s2 2s1. يعني راه ما هي الا الانرجي ديالاش ديال 1s2 زائد الانرجي ديالاش ديال 2s1. هنا واحد الكترون، يعني ما كاين حتى شي اشكال، ممكن نحيدو هنا. هنا كاينه جوج الالكترونات، فجوج كتهبط، يعني جوج في الانرجي ديالاش ديال 1s1 زائد الانرجي ديال 2s. وغادي نمشيو نقلبو على الانرجي ديال الليثيوم شحال كتساوي. باش نقلب على الانرجي ديال الليثيوم دابا شنو خصني؟ خصني الانرجي ديال 1s والانرجي ديال 2s. اذا نجي نشوفوهم هنا، الانرجي ديال 1s والانرجي ديال 2s. كان هنا الانرجي ديال الليثيوم اش كتساوي ليا؟ هي جوج في الانرجي ديال 1s بلس الانرجي ديال 2s. خصني دابا نقلب على داك الانرجي ديال 1s شحال، الانرجي ديال 2s شحال. كنعندي نجبدو، فهنا لاحظ معايا بالنسبه ل 1s، يعني خصني اول حاجه نجبد لي في ديكرون باش نقدر نطبق. صافي، هنا راه n كتساوي واحد هي اللي كاينه حدا s، n كتساوي واحد، هنا n كتساوي جوج هي اللي كاينه حدا s. يعني بالنسبه ليا هنا انا في 1s بغيت الانرجي ديال 1s، ياك بغيت الانرجي ديال 1s تساوي ليا بالعلاقه ديال تبور هي ناقص 13.6. هنا في الزيد ايفيكتيف ديالها ديال 1s مقسومه على n. هنا لاحظ معايا 1s داك n هي اللي كاينه حدا s اللي هي واحد، هادشي مالو او كاري. اذا بالنسبه ليا هنا الزيد ايفيكتيف اللي مازال انا واحد فيها، نجبدو الزيد ايفيكتيف ديال 1s كتساوي ليا هي الزيد، شحال هي الزيد ديال الليثيوم؟ هي 3، يعني 3 ناقص لاسون ديال لي في ديكرون. لاحظ معايا انا 1s واش كاين قبل منه الكترونات؟ لا، معاه كاين الكترونات، كاينين جوج، يعني غنشد واحد فيهم غنختارو ها هو. شنو يعني لي في ديكرون؟ كيطبقوا عاد داكشي اللي قبل منه ولا داكشي اللي معاه. حنا كاينه معاه الكترون واحد، اذا هاد الكترون كيطبق واحد لي في ديكرون على هاد الكترون. شحال القيمه ديال داك لي في ديكرون؟ راه هي 0.31. غنقسمو القيمه هنا. المهم هادشي كنوقف، غادي نعاود. كنا وقفنا في الحساب ديال الانرجي ديال داك المدار ان اس، ياك بالنسبه لنا غادي نمسح نعاود حيت حنا وصلنا ل 2s مشيت لقيتو تقطع. اذا بالنسبه ليا هنا شنو قلنا؟ غنطبق داك الغولاسيون، يعني ان ديال ان اس شحال غتساوي ليا؟ ناقص 13.6. هنا الزيد ايفيكتيف ديالها ديال ان اس مقسومه على ياش؟ على شحال هي؟ شنو كاينه حدا اس؟ كاينه واحد، يعني هنا واحد كل اوكار. خصني غير الزيد ايفيكتيف ونقدر نحسب ديال ان اس. الزيد ايفيكتيف ديال ان اس شنو هي؟ هي الزيد ديال الليثيوم اللي هي 3 ناقص لاسون ديال لي زيد في ديكرون. بالنسبه لان اس شحال فيه من الكترون؟ فيه جوج، كتختار واحد. مثلا اخترت هذا ان، مزيان. فهنا شكون اللي كيطبق عليه في ديكرون؟ هما الالكترونات اللي قبل منه واللي معاه في المدار. قبل منه ما كاينش الكترونات، اذا بقى معاه واحد في المدار. شنو هي لي في ديكرون اللي كيطبق عليه داك الواحد؟ واحد. شحال هي داك لي في ديكرون اللي كيطبق عليه داك الواحد؟ هي 0.31. ما عقلتيش عليها؟ ايه، شوف لي اكزام غتلقاها في شي بلاصه تما، بحال دابا عطاولهم في التمرين الثاني. صافي، اذا هنا من بعد ما دير لابليكاسيون نيميريك زيد ايفيكتيف ديال ان اس شحال تساوي لينا؟ 3 ناقص 0.31 ليا 2.69. غدير لابليكاسيون نيميريك غتعوضها هنا، غتخرج لك هي ناقص 98.41 الكترون فولت، راه حسبناها قبل، قبل ما يتقطع داكشي. إذا دابا ندوزو لينيرجي ديال 2s، شحال كتساوي لينيرجي ديال 2s؟ لينيرجي ديال 2s
يعني دير زي ساتشو تساوي هي ناقص 13.6 فاش في الزاد افكتيف ديال تدو زيس مقسوم عليه شنو هي ان هنا راه كاينه حدا اي شنو كاينه جوج هي جوج وكار اذا هنايا خصني نحسب دابا غير الزاد افكتيف ديال تدو زيس دو زيس هي هادي شحال فيها من الكترون فيها واحد غادي نختارو شنو شكون اللي كيطبع طبق عليه الايفي ديكرون هو داكشي اللي قبل منه وداكشي اللي معاه معاه ما كاينه والو اذا هنايا الزاد افكتيف شحال تكون ديال تدو زيس هي الزاد ديال الليثيوم اللي هي 3 ناقص لا سون ديال لي زيفي ديكرون اللي مطبقين عليه حداه ما كاينه والو اذا شنو بقى مطبق عليه داكشي اللي قبل منه كاينه جوج الالكترونات في ان اس يعني جوج لي في ديكرون اللي كتطبق ان اس على دو زيس دو بي غتقلب الورقه غادي تلقاه راه حطا لهم هما في التمرين الثاني اللي هي شحال هي 0.85 صافي مزيان اذا بالنسبه ليا هنا غادي نحسب هاد الزاد افيكتيف شحال كتساوي 3 ناقص 2 في 0.85 القيمة هي 1.3 هادي هي الزاد افيكتيف اجي نديرو لابليكاسيون نيميريك ف او دو زيس شحال ليا ناقص 13.6 هنا الزاد افيكتيف ديال تدو زيس هي 1.3 مقسوم هنا على 2 او كاري يعني او ديال تدو زيس شحال تساوي ليا ناقص 13.6 مضروب فاش هنا في 1.3 مقسوم على 2 الكل او كاري ليا ناقص 5.746 الكترون فولت صافي هذه هي او ديال تدو زيس شحال ساوت هي ناقص 5.747 الكترون فولت ولا لاحظتي راه كلما كنطلعوا يعني في الكونفيغوراسيون الكترونيك والانرجي كتكبر حيت راه الانرجي هنا هذه راه اكبر من هذه ما تنساش الموا صافي الموا راه كتعكس الترتيب دابا غادي نحسبوا الانرجي ديال الليثيوم في ليطا فوندامونتال يعني هنا الانرجي ديال الليثيوم في ليطا فوندامونتال شاي يساوي ليا جوج في الانرجي ديال ان اس يعني جوج الانرجي ديال ان اس هي ناقص 98.41 وهنا زائد الانرجي ديال دوزيس الانرجي ديال دوزيس هي ناقص 5.74 يعني بالنسبه للانرجي ديال الليثيوم في ليطا فوندامونتال شحال كتساوي هي 2 ف ولا ناقص 2 في 98.41 ناقص 5.74 القيمه العدديه شحال هي ناقص 202.56 الكترون فولت مزيان غادي نكتبها هنا عندي الانرجي ديال الليثيوم في ليطا فوندامونتال هي ناقص 202.56 الكترون فولت اذا دابا من بعد ما جبت الانرجي ديال الليثيوم والانرجي ديال الايون ديال الليثيوم شنو نقدر ندير دابا غادي نقدر نجبد الانرجي ديال يونيزاسيون في التعويض الانرجي ديال يونيزاسيون شحال تساوي هي الانرجي ديال الايون ديال الليثيوم شحال هي ناقص 196.82 ناقص الانرجي ديال الليثيوم شحال هي ناقص 202.56 اذا بالنسبه لهنا دلتا او ما بين ديال الايونيزاسيون شحال تساوي غنحسب هنا ناقص 196.82 وهنا زائد 202.56 القيمه شحال هي 5.74 الكترون فولت ناقص 196.256 هي 5.74 الكترون فولت اذا هذه هي الانرجي ديال اليونيزاسيون غنجي هنا نعوض اذا شنو غتكون داك لونغور دون باش هو يدير اليونيزاسيون راه هو اش شحال هي اش هي 6.62 × 10⁻⁴ مضروبه فاش في السين اللي هي 3 × 10⁸ مقسومه على دلتا اي ما تنساش تحولها للجول اذا هنايا 5.74 شنو هي واحد الكترون فولت هي 1.6 × 10⁻⁹ جول يعني بالنسبه للونغودون شحال غادي يساوي لي هاد لونغودون غادي نحسب ديال اليونيزاسيون هي 6.62 × 10⁻⁴ في 3 × 10⁸ هادشي مقسوم على 5.74 في 1.6 × 10⁻⁹ اللي هي 2.16 × 10⁻⁷
هذه باش بالمتر، ممكن تحولها للنانومتر ولا باش ما بغيت. اذا هذا هو لونغور دوند اللي عادي تحتاجو داك اللي يحتاجو الالكترون باش يمشي من لي طا فوندامونتال ديال الليثيوم حتى لي طا ديونيزاسيون ديال الليثيوم، يعني باش يمشي من ال اي ال اي بلس حتى يفقد داك الالكترون، حتى ديك الالكترون يبعد بزاف ويتفقد. يعني هذا هو لونغور دوند ديال الليونيزاسيون. هذا كان هو السؤال الاخير بالنسبه للتمرين واحد. نشوفوا دابا التمرين الثاني شنو قال لنا. التمرين الثاني اللي عليه استاذ النقاط قال لك لو سيليسيوم سي ا بور نيميرو اتوميك زد، اذا عطانا السيليسيوم عنده واحد نيميرو اتوميك اللي هو 14، نكتبو عندنا هنا عطانا السيليسيوم لي زيت ديالو هي 14، زيد شنو عطانا اخر؟ قالك الاكسجين اللي عطانا حتى هو نيميرو اتوميك ديالو هو 8. السؤال واحد قالك انديكي لي ستركتور الكترونيك، اما يقولك ستركتور الكترونيك ولا الكونفيغوراسيون الكترونيك اللي قال لك. اذا في السؤال واحد قالك ستركتور انديكي لي ستركتور الكترونيك دو سي دو اليمون دون ليتا فوندامونتال اي ديكري leur couche de valence à quelle colonne de tableau périodique appartient-il. و عطينا داك الكوش دو فالونس ديالو، قلنا شنو الكولون كينتمي ليه. اذا بالنسبه لينا نبداو بالكونفيغوراسيون الكترونيك ديال السيليسيوم، شحال عنده 14 الكترون، يعني 1s2 2s2 هنا 2p6 وهنا 3s2. نشوفوا واش وصلت 14 ولا مازال. هنا 10 جوج هي 12، يعني هنا 3p 12 شحال بقى لينا؟ بقاو لينا جوج. هادي بالريكل دو كليشوفسكي، انت كتبقى عاقل على الاول راه ما كيطولكش هو بزاف. اس2 2s2 2p6 3s2 3p2. الى حسبتي هنا جوج وجوج 4 و16 وهنا هي 14 الكترون. هادي بالنسبه للسيليسيوم. بالنسبه للاكسجين وهنا خصني نعطيه الكوش دو فالونس. الكوش دو فالونس هي اخر كوش، ياك هي اخر كوش كتبدا باس، يعني اخر حاجه كتبدا باس، ولكن خصها تكون ما عمراش كامله صافي غير مشبعه. مثلا هنا تكون باس ما يمكنليش ندوي على كوش دو فالونس. اذا بالنسبه لي الكوش دو فالونس دابا راه هي هذه. شنو الكولون كينتمي ليه؟ هو اخر حرف كيتسالى به. اذا بالنسبه لهنا الكولون شنو هو؟ راه هو الكولون بي. بالنسبه ليا هنا مازال ليا الاكسجين. الاكسجين عنده ثنيه الالكترونات، يعني عندنا هنا 1s2 2s2 وهنا 2p. شحال بقى ليا باش نوصل ل 8؟ جوج جوج 4، بقاو ليا 4 ديال الالكترونات. الكوش دو فالونس هي اخر كوش، ياك اخر كوش كاينه في ستركتور ولا في الكونفيغوراسيون الكترونيك و كتبدا باس، يعني فيها اس، ولكن خصها ما تكونش مشبعه، يعني غير مشبعه. هذه اللي لاحظتي في راه كتعمر بالستة وهي فيها غير 4، يعني هذه نقدر نقول عليها كوش دو فالونس. بالنسبه للكولون، الكولون هو العمود اللي كينام فيه. فشنو هو الكولون؟ هو اخر حرف كتسالى به هنا في صافي. ولا طلب منا شنو هو؟ طلب مني الكولون، يعني ما طلبش مني البلوك، هو طلب مني الكولون. اذا الكولون ماشي البلوك، هاد بي راه البلوك، الكولون عنده قواعد ديالو باش كيتحسب. اذا بالنسبه للكولون اللي كرمزوا ليه بار، غادي نعطيكم العلاقات حيت ما بنيناش عليه من قبل. كرمزوا ليه بار، هنا كتشوف الكوش دو فالونس غتمشي داك الشيء اللي مضروب في اس اللي حدا اس. هادي مثلا هنا كاينه جوج اس، يعني ان صافي. هاد اللي حدا اس غنسميه بان انا. فإلا كان داك ان اصغر من او يساوي 3، هنا كتكون عندك داك الكتابات اللي يقدر يكون عندك اما ان اس اكس، وهنا راه كتكون داك الكولون هو اكس، اولا كتكون ان اس هنا جوج كتكون اس عامره، وكتكون هنا واحد ان بي اكس. وبالنسبه لهنا اش كتكون عندي ار اللي هو الكولون كيكون 12 زائد اكس، يعني هادو قواعد. الحاله الثانيه هي الا كان داك ان صافي هاد اللي كاينه هنا وهنا يكون اس يكون اكبر من 3. فإذا كان اكبر من 3 عندنا حاله وحده اللي هي ان اس اكس، هنا عامل ان ناقص 1 ياك، وهنا يكون عندي دي ايغريك ان ديال بي زد، وهنا كيكون عندي ار اللي هو الكولون هو المجموع ديال اكس وايغريك والزد، يعني اكس زائد ايغريك زائد زد. حنا نشوفوا الحالات اللي عندنا هنا. هنا عندنا الكوش دو فالونس هي هذه، الا لاحظتي هنا ان شحال كتساوي 3، يعني في من حاله انا هنا ان اصغر من او يساوي 3، يقدر يساوي 3. اذا انا في هذه الحاله
ياك. واش من كتابه عندي؟ عندي الكتابه الاولى ولا الثانيه؟ عندي ان اس 2 يعني 3 اس 2 3 بي 2، يعني هنا ان اس 2 ان بي اكس. يعني هنا شنو غيكون داك الكولون؟ ار الكولون اللي كتنتمي ليه ا غيكون هو 12 زائد شنو؟ زائد اكس. اكس شنو هي؟ اكس هي اللي فوق بي، اذا زائد 2. يعني شنو هو الكولون؟ هو 14، يعني العمود 14 اللي جات فيه. بالنسبه لهنا الحاله الثانيه، لاحظ معايا باللي ان شحال هي؟ هي 2، و 2 راه صغر من او يساوي 3. واش من كتابه عندي؟ عندي ان اس 2 ان بي اكس. يعني بالنسبه لهنا اش غيكون الكولون؟ ان غيكون هو 12 زائد داك اكس، اكس هي اللي فوق بي يعني 4، و 12 زائد 4 راه هو 16. اذا هذا هو الكولون بالنسبه للحاله ديال الاكسجين. نشوفوا دابا بالنسبه للسؤال الثاني اللي قال كالكولي لينيرجي دو بروميير ايونيزاسيون دو لوكسيجين دون لو مودين دو سلاتا. اذا غنشوفوا لينيرجي ديال اول ايونيزاسيون كيدير هذا الاكسجين باش من الموديل في الموديل ديال سلاتا. اذا اول ايونيزاسيون يعني نحسبوها بالطريقه اللي حسبنا قبيله، يعني دلتا اي هي او ديال داك الايون ديال الاكسجين ناقص دلتا اي في ليتا فوندامونتال ديال الاكسجين. اذا بالنسبه للسؤال الثاني، دلتا U ديال الايونيزاسيون اشكون هي U ديال داك الاكسجين من بعد ما فقد الالكترون ناقص لينيرجي ديالاش ديال الاكسجين. خصنا نحسبو كل وحده بوحده. نبداو بالاكسجين. الاكسجين شنو هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو؟ هي 1s2 2s2 وهنا 2p4. يعني هنا سلاتر اش كيقول لي؟ كيقول لك اشكون عندي هنايا النوايو، ياك هنا كاين المدار ان اس تابعو شنو؟ 2s2p. اذا غنعمرو دابا حنا ان اس شحال فيه من الالكترون؟ كاينين جوج الالكترونات هنا، اذا هنا كاينين جوج ديال الالكترونات. وبالنسبه لدوز اس دو بي شحال فيها من الالكترون؟ هنا جوج وربعة هما 6، اذا 1 2 3 4 5 6، كاين 6 ديال الالكترونات. اذا هنا الا بغيت لينيرجي ديال الاكسجين في ليتا فوندامونتال ديالو، اش غتكون لينيرجي ديال الاكسجين؟ عتكون هي لينيرجي ديالاش ديال المدار ان اس، ولكن هنا او كاري يعني فيها جوج الالكترونات، يعني جوج في لينيرجي ديال المدار ان اس. زائد شنو هنا؟ دو اس دو بي شحال كاينه من الالكترون؟ كاينه 4 زائد 2 هما 6، يعني 6 الالكترونات في لينيرجي ديالاش ديال المدار دو اس دو بي. حنا دابا بسلاطر شنو خصنا نحسبو؟ خصنا نحسبو لينيرجي ديال ان اس ولينيرجي ديال دو اس دو بي. هنا خصني نعقل على ان بور قال لك يعني سلاتر خدمت العلاقه دوال، قال لك بلي لينيرجي هي ناقص 13.53، ولكن هو قرب 13.6. هنا في الزائد ايفيكتيف او كاري، علاش؟ على ان كل او كاري. اذا هنايا غادي نطبقوها. اذا بالنسبه لينيرجي ديال المدار ان اس، او ديال ان اس هي ناقص 13.6، هنا في الزائد ايفيكتيف مقسوم على ان، ان هو اللي كيكون حدا اس يعني هو واحد هنا او كاري. صافي، هو في الحقيقه كيكون هنا ان ايفيكتيف، ولكن بما ان ان ما كتفوتش 3 حيت لافات 3 كتخد واحد القيم مغايره على داك ان، صافي كتكون ان ايفيكتيف مختلفه. حنا ما كنخدموش بداك الحالات، راه كنت عطيتها في الكود، كنخدموا على اقل من 3، يعني ان كتكون هي نفسها ان ايفيكتيف. فهنا شنو خصني دابا؟ خصني الزاد ايفيكتيف ديالاش ديال ان اس. فدابا الا بغيت الزاد ايفيكتيف ديال ان اس شحال كتساوي ليا؟ هنا لاحظ معايا عندي بالنسبه للان اس، المدار ان اس شحال فيه من الالكترون؟ فيه جوج ديال الالكترونات، ها واحد ها جوج، قبل منه مكاينش الكترونات. يعني الزاد ايفيكتيف هي الزاد ديال الاكسجين اللي هي 8 ناقص لا سون ديال داك لي فيليكرون اللي مطبقين على الكترون من ان اس، هو فيه جوج، يعني خسر واحد هذا هو اللي غيطبق عليه داك لي فيليكرون. اذا هنا قبل منه مكاينش الكترونات، اذا غيطبق عليه الفيليكرون اي مع الالكترون اللي معاه. الالكترون اللي معاه كاين واحد، يعني هنا واحد، فاش في داك لي في دي كرون ديال الالكترون اللي غيطبقها ان اس مع ان اس شحال هي؟ 0.31. اذا هنا نحسب القيمه العدديه بآلة حاسبه. فهنا القيمه العدديه يعني 8 ناقص 0.31 تخرج ليا هي 7.69. 7.69. اذا انا خرجت الزد ايفيكتيف بالنسبه لان اس. نجي نعوضها هنا، غادي نحسب شحال هي لينيرجي في ان اس. اذا ناقص 13 فهاد 7.69 او كاري، ناقص 13.6 فاش فهاد 7.69 او كاري. القيمه شحال هي؟ ناقص 804 ناقص 804
فاصله 25 الكترون فولت. حيت هنا راه بهاد العلاقه كتخرج بالالكترون فولت، يعني بالنسبه للانرجي ديال ان اس احنا خرجناها، الانرجي ديال ان اس هي ناقص 804.25 الكترون فولت. اجي نخرجوا دابا الانرجي ديال هاد المدار دوز اس دو بي، نطبق نفس العلاقه، لان نخلي هاد العلاقه العامه. هنا الانرجي ديال المدار دوز اس دو بي، شحال تكون الانرجي ديال المدار دوز اس دو بي؟ يعني يو ديال دوز اس دو بي ديال الكترون واحد، صافي حنا كنخدموا على الكترون واحد، ناقص 13.6 فاش في الزاد افيكتيف ديال دوز اس دو بي مقسوم على ايش؟ على ان، ان هي اللي مضروبه في اس ومضروبه في بي، راه كتكون نفسها، هي دابا جوج، هادشي مالو فوكار. اذا خصني نحسب الزاد افيكتيف ديال دوز اس دو بي. الزاد افيكتيف ديال دوز اس دو بي شحال كيساوي ليه؟ هو الزاد اوكسيجين اللي هو 8 ناقص لا صوم ديال لي زيفي دي كرون. اذا بالنسبه لدوز اس دو بي نختار واحد الالكترون من تما، مثلا نختار هذا، شحال كاين من الالكترون معاه؟ لاحظ معايا باللي كاينين كاينين خمسة، يعني شحال من الكترون معاه ما كتحسبوش، هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الالكترونات غيطبقوا عليه واحد ليفي ديكرون اللي هي خمسة مضروبة فاش؟ هذيك ليفي ديكرون راه معروفة شحال اللي كطبق عليه، هي 0.85، ولكن أنت تأكد بداك الشيء اللي غيعطيك، وراه عطاك في المعطيات قال لك ليفي ديكرون ديال دوز اس دو بي مع دوز اس دو بي هي 0.35، يعني خمسة الالكترونات غيطبقوا عليه واحد ليفي ديكرون اللي هي 0.35، زائد قبل منو كاين الالكترونات؟ كاينين شحال؟ جوج من اس من ان اس، يعني جوج في ليفي ديكرون اللي كتطبق ان اس على دوز اس دو بي، ان اس مع دوز اس دو بي عطاها لينا تما قال لك بلي 0.85. اذا نحسبوا القيمه العدديه هنا باش نلقاو الزاد افيكتيف ديال دوز اس دو بي، 8 ناقص 5 في 0.35 زائد جوج في 0.85، القيمة اللي تخرج لينا هي 4.55، 4.55. إذا بالنسبة لهنا لينيرجي ديال دوز اس دو بي شحال تخرج لينا؟ لينيرجي ديال دوز اس دو بي غادي نحسب هنا، نعوض زاد إفيكتيف ديال دوز اس دو بي تعطينا هنا ناقص 13.6 مضروبة فاش؟ هنا لي في ديكرون ديال دوز اس دو بي راه هي 4.55 مقسومة على ياش؟ مقسومة على جوج، هادي مالو أوكار اللي هي ناقص 1457.21، هادي باش بالإلكترون فولت. إذا هادي هي U ديال دوز اس دو بي. هنا كاين واحد الأوكارين داخل وقيلا خربقات، حيت هي هادي راه خاصها تخرج قل من هادي، صافي قل يعني كتنسى الموا، هنا راه درت واحد الأوكارين داخل اللي خربق لي داك الشغل أنا. اوكاري عطاك ناقص 70، ضروري خصها تخرج قل من هذيك، ناقص 70 يو ديال دوز اس دو بي خرجت هي ناقص 70.38، هذه باش بالالكترون فولت. اذا يو ديال دوز اس دو بي هي ناقص 70.38 باش بالالكترون فولت. اجي دابا نحسبوا الانرجي ديالها ديال الاكسجين في ليطا فوندامونتال، غير غنعوض دابا، اجي هنا غنعوض، يعني الانرجي ديال الاكسجين في ليطا فوندامونتال شحال هي؟ جوج في الانرجي ديال ان اس اللي هي ناقص 804.25 زائد 6 في الانرجي ديالها ديال دوز اس دو بي شحال هي؟ ناقص 70.38 الكترون. اذا بالنسبه ليا هنا الانرجي ديال هاد الاكسجين شحال غتساوي؟ جوج مضروبه في ناقص 804، جوج في ناقص 804.25، وهنا ناقص 6 مضروبه فاش؟ 70.38، القيمه شحال؟ هي ناقص 2030.78 الكترون فولت، صافي. اذا هذه هي الانرجي ديال الاكسجين، مكتوبه عندي هنا الفوق،
حيت نحتاجها. انا اصلا كنقلب على الانرجي ديال التديونيزاسيون، هي اللي كنقلب عليها في هذا التمرين. اذا بالنسبه لهنا الانرجي ديونيزاسيون شحال سوت لي ندير الانرجي ديال الاكسجين في تا فوندامونتال هي ناقص 2030.78 الكترون فولت. دابا شنو بقات ليا الانرجي ديال الاي بلس؟ شنو هو الاي بلس؟ يعني الايون ديال الاكسجين. الايون ديال الاكسجين يعني فقد الكترون، فقد الكترون. نجي من هنا ندير بلس يعني راه فقد الكترون، وهنا فقد الكترون، كانوا هنا 4 في الكوش يعني في اخر حاجه عاوليو 3 صافي. اذا بالنسبه لهذه هي الكوش دو فالونس. بالنسبه لي الا بغيت دابا لينيرجي ديال هذا لينيرجي ديال او بلس تساوي ليا هنا ان اس 2 يعني جوج في لينيرجي ديال ان اس زائد شنو هنا شحال كاينه جوج و3 شحال هما جوج و3 هما 5 5 في لينيرجي ديالاش ديال 12 دو بي. مزيان بالنسبه للانرجي ديال ان اس غتبقى كما هي في الاكسجين، غير بالنسبه لهنا لاحظ معايا جوج زائد 3 5 يعني هنا غيتحيد الكترون. بالنسبه للانرجي عقل معايا بالنسبه للانرجي ديال ان اس راه غتبقى كما هي ما تبدلش، عاود حسبها غتبقى كما هي صافي، حيت هنا زيد افكتيف ما تبدلش حتى شي حاجه ما تبدل. غنشوفوا دابا بالنسبه ل دوزيس دو بي هذه غتبقى كما هي، غنشوفوا غير بالنسبه لدوزيس دو بي. بالنسبه للانرجي ديال دوزيس دو بي تقدر حتى هي تبقى كما هي، ما عرفتش دوزيس دو بي اللي تبدل على ما كنظن، هي ناقص 13.6 هنا فاش في الزائد افكتيف ديال دوزيس دو بي هذه جديده مقسومه عليها على ان، ان هو اللي مضروب في اس او بي اللي هو جوج، هادشي كامل او كاري. الزائد افكتيف ديال دوزيس دو بي شحال تساوي ليا؟ هي الزائد ديال الاكسجين اللي 8 ناقص لا سون ديال لي زيفي ليكرون. هنا راح مع خسار الكترون من دوزيس دو بي، هنا شحال كاين من الكترون بقاو 4 مضروبين فاش في لي في ديكرون اللي كيطبقوا هاد 4 من دوزيس دو بي على دوزيس دو بي اللي شحال قلنا قبيله 0.35. وهنا زائد كاينين جوج الكترونات قبل منه جوج من ان اس كيطبقوا واحد لي في ديكرون على دوزيس دو بي، شحال القيمه ديال داك لي في ديكرون 0.85 عطاين في المعطيات. غادي نحسبوا هنا نشوفوا الزائد افكتيف شحال كتساوي، يعني هنا 8 ناقص 4 في 0.35 زائد 2 في 0.85 القيمه شحال هي 4.9 هي الزائد افكتيف ديال دوزيس دو بي. غادي نحسب دابا بالنسبه لانرجي دوزيس دو بي ناقص 13.6 نضرب فاش في الزاد افكتيف دوزيس دو بي اللي هي 4.9 مقسومه على 2 هادشي كامل مالو او كاري، القيمه هي ناقص 81.634 شتي راه تبدلات على هذا. اذا ناقص 81.63 الكترون فولت. بالنسبه ديال ان اس كتبقى كما هي حيت راه نفس عدد الالكترونات بيناتهم في ان اس، يعني دابا الا بغيت لينيرجي ديال الايون ديال الاكسجين غادي نعوض، فهنا لينيرجي ديال او بلس كتساوي جوج في لينيرجي ديال ان اس اللي هي ناقص 804.25 زائد 5 في لينيرجي دوزيس دو بي اللي هي ناقص 81.63. مزيان هادشي راه واضح، يعني من هنا غادي نحسب دابا غادي ممكن تمسح غادي نحسب القيمه العدديه هنا ناقص 2 مضروبه في 804.25 ناقص 5 مضروبه في 81.63 القيمه شحال هي ناقص 2016.65 او ديال او بلس هي ناقص 2016.65 الكترون فولت. اذا بالنسبه لهنا في ديال او بلس هي ناقص 2016.65 الكترون فولت. اذا دابا خصنا لينيرجي ديونيزاسيون، تما واش حدد لينا واش بالالكترون فولت ولا لا؟ ما حددش، المهم حنا نعطيوها بالالكترون فولت وصافي. اذا دابا الا بغيت لينيرجي ديونيزاسيون
شنو غتكون عندي لينيرجي ديونيزاسيون ديال الطاقه يعني لينيرجي ديونيزاسيون ولا نكتب هكا لينيرجي ديونيزاسيون شنو هي هي اي ديال او بلس شحال هي هي ناقص 2016.65 هنا ناقص لينيرجي ديال الاكسجين اللي هي ناقص 2030.78 اذا شحال هي لينيرجي ديونيزاسيون نحسب ناقص 2016.65 زائد ناقص مع ناقص بشاد زائد 2030.78 القيمة شحال هي 14.13 إلكترون فولت هذه هي لينيرجي ديونيزاسيون ديالاش ديال الأكسجين دابا نكملو البارتي الثاني ديال هاد ليكزام يعني كنا وصلنا للسؤال 3 فالتمرين الثاني اللي قال لك لو سيليسيون بوسيدي 3 ايزوتوب ستابل دو نومبر ماس ا يعني هاد السيليسيون عنده 3 ديال ليزوتوب عنده سيليسيون 28 تما ا كتساوي 28 يعني السيليسيون 28 اللي عنده ا كتساوي 28 كاين السيليسيون 29 اللي عنده نومبر دو ماس ا كيساوي 29 كاين السيليسيون 30 لي نومبر دو ماس ديالو شحال 30 المعطيات اللي عطانا قال لك ساماس اتوميك مولير مويا يعني هي لاماس غولاتيف ديال السيليسيوم الام ديال السيليسيوم عطاها لينا قال لك باللي هي 28.1 غرام باغ مول وقال لك سوشون كول ابوندونس دي زوتوب سيليسيوم 28 شحال عطانا لابوندونس ديالو نسبة التواجد ديالو في الطبيعة 93.23% شنو قال لك؟ قال لك اون دو دوير سيل دي دو اوتر ايزوتوب غادي نجبدو لابوندونس ديال هاد ليزوتوب ولابوندونس ديال هاد ليزوتوب نسميو هاد لابوندونس ديال هاد ليزوتوب اكس نسبة مئوية ايكغيك نسبة مئوية حنا نقلبو على اكس وايكغيك شنو هي اذا بالنسبة ليا هنا غادي نبداو اش كنعرف العلاقة ديال لاماس اتوميك غولاتيف كنعرف لي لاماس اتوميك غولاتيف ديال السيليسيوم كتساوي شنو المجموع ديال لي زماس اتوميك غولاتيف ديال السيليسيوم يعني مضروب في لابوندونس ديالهم على المجموع ديال لاماس المجموع ديال لي بوندونس المجموع ديال لي بوندونس هي 100 على 100 حنا كنديرو 100 داك ال 100 اللي كاين هنا كتمشي مع داك ال 100 اللي كاين هنا وال 100 اللي كاين هنا وال 100 اللي كاين هنا يعني داك الرمز يعني كتكون هنا هاد 28 مضروبه في اش مضروبه في هاد 93.23 وهنا زائد 29 في اكس وهنا زائد 30 في ايكغيك يعني النسبة المئوية تختزلات حيت هنا كتكون لتحت 100% اذا بالنسبة ليا دابا الا بغيت هاد 100 نطلعها هنا غتولي 100 في لاماس اتوميك غولاتيف ديال السيليسيوم راه عطانا القيمة هي 28.1 اش كتساوي 28 في 93.23 جيبها لهاد الطرف ناقص 28.93 شحال تبقى كتساوي 29 اكس زائد 30 ايكغيك يعني من هنا الى بغينا دابا 29 ايكغيك ولا 29 اكس زائد 30 ايكغيك اش غيساوي ليا غادي نحسب هنا هاد 100 في 28.1 100 في 28.1 ناقص 28 في 93 صح 28 في 93.23 ناقص 28 في 93.23 القيمة العددية شحال هي 199.56 إذن هذه المعادلة الأولى اللي جبدتها انطلاقا من اش من غولاسيون ديال لاماس اتوميك غولاتيف نشوفوا المعادلة الثانية اللي هي المجموع ديال هاد لي بوندونس شحال كتساوي 100% حيت نسبة التواجد ديالهم كاملين هي 100% هما كاملين شحال تكون لابوندونس ديالهم يعني النسبة ديالهم في الطبيعة 100% يعني ها 93.23 زائد اكس زائد ايكغيك هنا 100 نسبة مئوية نسبة مئوية نسبة مئوية كتساوي 100% داك النسبة المئوية مشات يعني بقات 100 يعني من هنا هاد اكس بلس ايكغيك شحال تساوي 100 ناقص 93.23 100 ناقص 93.23 القيمة شحال هي 6.77 اذا هذه هي العلاقه الثانيه هذه العلاقه الاولى العلاقه الثانيه شنو كيعطيونا كيعطيونا نظام
إذا دابا أجي نجبدو، نحط المقمح حدانا ونجبدو إكس ونجبدو إيكغيك باش نكونو سالين هاد التمرين. دوزو مازال فيه واحد السؤال، هذاك سهل. إذا بالنسبة لي هنا إكس زائد إيكغيك كتساوي 6.77، يعني إكس هي 6.77 ناقص إيكغيك، وهنا 29 إكس زائد 30 إيكغيك اش كتساوي؟ هي 199.56. إذا غنشدو داك إكس من الفوق ونعوضوها لتحت، صافي. فهنا لاحظ مع إكس غتعوضها، يعني هنا 29 إكس باش غتعوضها بستة فاصلة سبعة وسبعين ناقص إيكغيك، هنا زائد 30 إيكغيك اش كتساوي؟ 199.56. يعني من هنا 6 في 6 في 6.77 شحال كتعطينا؟ هي 13.54، 13.54، وهنا 29 في ناقص إيكغيك هي ناقص 29 إيكغيك، هنا زائد 30 إيكغيك اش كتساوي؟ 199.56. يعني من هنا لاحظ معايا 30 إيكغيك ناقص 29 إيكغيك شحال هي؟ هي إيكغيك اش كتساوي؟ هادي ديال الطرف الثاني هي 199.56 ناقص بالنسبة لهنا عندنا 29 في 6.77، ياك 29 في 6.77 هي 196. لاحظ معايا راه غلطنا هنا، راه 29 في 6.77 راه شحال هي؟ 196.33. مديوش عليا، راه فيا النعاس هنا. إذا بالنسبة ليا هادي ديال الطرف الثاني ناقص 196.33. غادي نحسبو القيمة دابا، 199.56 ناقص 196.33، القيمة شحال؟ هي 3.23. إذا إيكغيك شحال؟ هي 3.23. يعني بالنسبة لابوندونس ديال سيليسيوم 30 شحال هو؟ راه هو 3.23%. دابا نجبدو إكس، مين غنجبد إكس؟ إكس شنو هي؟ هي 6.77 ناقص إيكغيك. x 6.77 ناقص إيكغيك اللي هي 3.23، يعني x شحال هي؟ 6.77 ناقص 3.23، 6.77 ناقص 3.23 هي 3.54، 3.54. يعني شنو هي لابوندونس سيليسيوم 29؟ هي 3.54%. مزيان، إلا جمعتي هادي وهادي وهادي خصك تلقى 100%، نجمعهم 93.23 زائد 3.54 زائد 3.23 كتلقى 100%. إذا حنا جبدنا لابوندونس كل وحدة فيهم. قال لنا واحد السؤال تما اللي قال لك كيف لا ماس مولير دو لا سيليس، عطانا نجبدو لا ماس مولير ديال السيليس، غنحطو غنطبق على العلاقة ديال لا ماس مولير وعاد جبد يعني شنو هو لا ماس مولير ديال المركب هذا. قالك عطيني لا ماس مولير ديال السيليس، السيليس هو الاس اي او 2، طلب مني لا ماس مولير ديالو، حيث انه عطاني لا ماس مولير ديال الاكسجين كتساوي 16 غرام بار مول، واصلا كان عطاني لا ماس مولير ديال السيليسيوم هي 28.1 غرام بار مول، يعني دو معطيات ياك. حنا بغينا لا ماس مولير ديال السيليس، لا ماس مولير ديال هاد السيليس اس اي او 2 هذا مركب، يعني هو لا ماس مولير ديال السيليسيوم شحال فيه؟ فيه واحد، يعني لا ماس مولير ديال السيليسيوم زائد شحال كاين من الاكسجين؟ جوج في لا ماس مولير ديال الاكسجين، يعني هنا لا ماس مولير ديال السيليسيوم شحال هي؟ 28.1 زائد جوج في لا ماس مولير ديال الاكسجين اللي هي 16، يعني هنا لا ماس مولير ديال هاد السيليس هذا شحال كتساوي ليا؟ غادي نحسب القيمة هنا، 28.1 زائد 16 في جوج، القيمة هي 60.1، هادي بالغرام باغ مول، إذا هذا هو لا ماس مولير ديال داك السيليس اللي عطاه لينا تما، هي 60.1 غرام باغ. إذا دابا ندوزو للسؤال ولا التمرين 3، هو التمرين الأخير في هاد ليكزامان هذا. اللي قال لك دوني لو دياغرام انرجيتيك
des orbitales moléculaires de cette molécule à panel F2. F2 كان ضمن ما عرفتش واش درتها فهي اللي كنت خدمت بها انايا الكور يعني باش شرحت لكم ولا ما خدمتش بها. المهم خدمت بها ولا ما خدمتش بها المهم عندي هو لاحظ معايا باللي التمرين 3 يعني في ليزون شيمي راه شرحت الدياغرام موليكولير اللي كيقرا على الاتوميستيك ما قراش الدياغرام موليكولير صافي تسالات الحصه عندنا. يعني بالنسبه لهنا نديرو ديال الاف 2 ديال بالنسبه لهنا واحد غنديرو الدياغرام موليكولير دي زوبيتال يعني الدياغرام انرجيتيك دي زوبيتال موليكولير ديالاش ديال الاف 2 حيث ان اف الزد ديالو شحال هي هي 9. اذا بما ان الزد ديال اف اكبر قطعا من 7 فهنا راه عندك نرسم دياغرام موليكولير سون انتيراكسيون. اذا كانت اصغر من او يساوي 7 كيكون افيك انتيراكسيون. هادشي فاش كيفيدني اف داك سيغما اس مع بي اكس و بي ايكغيك صافي واش كيكون هكا خصك ترجع للكور باش تفهم داكشي مزيان. المهم ما علينا عندنا الاف 2 يعني جوج ديال الذرات ديالاش ديال هاد الفلور يعني بالنسبه ليا هنا هادي الاولى وهادي الثانيه. هنا كاينه لينيرجي بالالكترون فولت وهنا كاينه لينيرجي بالالكترون فولت. هنا كاينه الذره الاولى ديال هاد الفلور والذره الثانيه ديال الفلور. اذا خصني ندير الكونفيغوراسيون الكترونيك. اذا بالنسبه ليا هنا كتكون 1 s2 2 s2 وهنا 2 p جوج جوج 4 شحال بقاو 5 2 p 5 ياك. هاد 2 p 5 ما عرفتش واش عندنا ديك العلاقات الخاصه اللي عطينا في كليشوفسكي حيت كنظن لا صافي. اذا هذه ماشي خاصه. هنا خصني الكوش دو فالونس. الكوش دو فالونس قلنا اخر حاجه كتبدا ب اس ما خصهاش تكون متبعه. اذا الكوش دو فالونس هي هذه. اذا هذا بالنسبه للفليور. الكوش دو فالونس شنو فيها؟ الكوش دو فالونس يعني اذا لاحظنا الكوش دو فالونس شحال فيها من الكترون. الكوش دو فالونس راه فيها يعني الاس وفيها البي ياك فيها دوز اس وفيها دو بي. قلنا دائما الاس كتكون حانيه على البي. هنا بما انه هنا الفليور وهنا الفليور غيكونوا مقادين اس مع اس وبي مع بي. اذا عادي نرسمو اس قلنا كنديروها يعني كنشد عير الكوش دو فالونس. اس قلنا كنديروا ليها عير شرطه واحده ياك والبي كنديروا ليها ثلاثه يعني ها هي واحد جوج ثلاثه واحد جوج ثلاثه مزيان. بالنسبه ليا هنا اس شحال فيها من الكترون؟ جوج الالكترونات ها واحد ها جوج ها واحد ها جوج. بالنسبه لبي شحال فيها من الكترون؟ خمسه بالنسبه لهذا الفليور وخمسه بالنسبه لهذا الفليور. يعني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ياك. نفس البلان هنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه صافي. اذا هنا خمسه ب 5 ب الى اخره. بالنسبه ليا هنا بالنسبه لاس شنو كاينه في اس؟ اس كاينه سيغما اس لتحت هنا سيغما اس الفوق سيغما اس ايطوال خصك تكون شي الكور ضروري سيغما اس ايطوال هنا مرتبطين بهذا دوز اس ودوز اس. بالنسبه لهنا نبدا نعمر شحال عندي من الكترون 4 يعني 1 2 واحد جوج. انا عمرت اربعه د الالكترونات. ندوز دابا اس ما كتلقاش فيها مشكل. ندوز هنا راه بما ان الزيت ديال الفليور اكبر قطعا من 7 فهذا راه سون انتيراكسيون. سون انتيراكسيون يعني سيغما زد كتكون صغر كتكون لتحت من بي اكس و بي ايكغيك. هنا سيغما زد هنا كاينه بي اكس هنا بي ايكغيك هنا كاينه بي ايكغيك ايطوال وهنا بي ايكغيك وهنا بي اكس ايطوال كتكون قبل بي اكس وهنا الفوق كاينه شنو سيغما زد ايطوال. هادو كاملين مرتبطين باش بهاد دو بي دو بي. بالنسبه للدياغرام انرجيتيك كنبدا نعمر. لاحظ معايا كنعمر بعدا سيغما زد هي الاولى ياك. سيغما زد كتبدا تعمر هي الاولى كتشد جوج الالكترونات ها واحد ها جوج. ملي كنطلع للفوق شحال عندي من الالكترون؟ خمسه هنا وخمسه هنا يعني 10. حطيت جوج شحال بقاو لي 8. غنبدا نعمر يسار يمين يسار يمين هانت يسار يمين يسار يمين طلع يسار يمين يسار يمين. شوف شحال عمرت دابا جوج وجوج 4 6 8 10. شحال عندي د الالكترونات؟ 5 زائد 5 10. اذا راه فرقت الالكترونات كاملين. اذا الدياغرام انرجيتيك ديال الفليور شوفوا واش كيبان لكم مزيان واضح.
مازيان راه واضح. حنا خصني نبين لكم غير داك بي اكس، ها هي هنا بي اكس ايطوال، هنا راه كاينه بي اكس، هنا سيغما زد، وهنا بي اي كراك بي اكس، وهذه راه سيغما زد ايطوال ما عمراتش حيت ما بقاوش لينا الالكترونات اللي نفرقوهم عليها، صافي. اذا هذا هو الدياغرام انيرجيتيك ديالاش، ديال هذا الفليور اف 2 ولا الثنائي ديال الفليور اللي هو اف 2. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك اون دو دوير لا كونفيغوراسيون الكترونيك دو لا موليكول اف 2. نجبدو الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالاش، ديال الموليكول اف 2. اذا نجي لهاد الاف 2، بغينا الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالها. لاحظ معايا، نبدا من التحت وانا طالع. سيغما اس شحال فيها من الكترون؟ جوج. هنا الفوق شنو كاين؟ سيغما اس ايطوال شحال فيها من الكترون؟ جوج. بالنسبه الا طلعت للفوق شنو عندي؟ سيغما زد شحال فيها من الكترون؟ سيغما زد فيها جوج. كنبدا عندي بي اكس شحال فيها من الكترون؟ بي اكس فيها جوج. بي اي غريك شحال فيها من الكترون؟ فيها جوج. بالنسبه للبي اكس ايطوال شحال فيها من الكترون؟ فيها جوج. وبالنسبه للبي اي غريك ايطوال شحال فيها من الكترون؟ فيها جوج. بالنسبه للسيغما زد ايطوال ما فيها حتى شي الكترون عليها، ما زدتش. اذا هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالاش، ديال الموليكول اف 2. بالنسبه لهنا نفس السؤال كاينه في ليكزام رقم 3، يعني في نفس التمرين. ها هنا زايدين شي اسئله في ليكزام رقم 3، غادي نحطهم دابا حيت هو نفس التمرين، ما نعاودوش في جوج ديال ليكزام، نعاود نصحو نصحو دابا. نزيد الاسئله ديال الاخر على هذا، نحطو في هذا الفيديو هذا، ونحطو في الفيديو ديال ليكزام رقم 3، ما نعاودش حيت راه مبقاش الوقت دابا بزاف. صافي نكمل غير 4 ديال ليكزام بالصح، راه كملتهم راه فهمتي، راه درت شي حاجه واعره. اذا هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو. بالنسبه للسؤال ولا التمرين رقم 3 في ليكزام رقم 3، هو نفس التمرين رقم 3 في ليكزام رقم 1، وهما راه ماشي انا عاودت نفسهم، هما كاينين في داك جوج ديال لي زيكزام. عي هنا في هاد ليكزام ديال رقم 3 زايدين شي اسئله. شنو قال لك من بعد؟ من بعد دياغرام انيرجيتيك والكونفيغوراسيون الكترونيك، قال لك في السؤال 3، يعني انا زايد سؤال على هذا حيت هذا هو السؤال الثاني، وهنا زايد سؤال قال لك اون دو دوي غلو نومبر دو ليزون اي لو بروبريتي مانيتيك دو لا موليكول. بالنسبه للبروبريتي مانيتيك، واش هو ديامانيتيك ولا بارامانيتيك؟ فوقاش كنقول انه ديامانيتيك الا كان ما عندوش الكترون سيليباتير؟ لاحظ معايا هنا، الا جيتي راه ما كايناش شي الكترون سيليباتير، كاملين شوف كائنين كاملين كاينين على شكل ازواج، ما كاينش الكترون سيليباتير. اذا هذا واش ديامانيتيك؟ اش ديامانيتيك ولا لا ديامانيتيك؟ كون كان عنده الكترون سيليباتير شنقول في اللي راه بارامانيتيك، يعني هذا مالو؟ هذا راه ديامانيتيك حيت ما عندوش الكترون سيليباتير. طلب مني لو نومبر دو ليزون، يقدر يقول لك لو نومبر دي ليزون ولا يقول لك لانديس دو ليزون. نسميوه حنائي، كنا سميناه اي. شنو هو اي؟ هو واحد على جوج. هنا شنو؟ لا سوم ديال لي زيليكترون اللي هما ليون، يعني اللي ما فيهمش الايطوال. شحال كاينه من الالكترون اللي ما فيهمش الايطوال؟ كاينه سيغما اي شحال فيها؟ جوج. كاينه سيغما زد فيها جوج اللي هما اربعه. كاينه بي اكس فيها جوج اللي هما سته. كاينه بي ايغريك اللي فيها جوج اللي هما 8، صافي. يعني 8 الالكترونات ناقص لا سوم ديال الالكترون الاونتي ليون. كاينه سيغما اس ايطوال شحال فيها؟ فيها جوج. كاينه بي اكس ايطوال فيها جوج هما 4. كاينه بي اي بي ايغريك ايطوال فيها جوج اللي هما 6. اذا هنا ناقص 6. اذا هنا 8 ناقص 6 شحال هي؟ هي جوج. جوج على جوج شحال هي؟ هي واحد. اذا لانديس دو ليزون شحال كيساوي بالنسبه للفليور؟ راه هو واحد الكترون، صافي. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد الحصه هادي، يعني ليكزام رقم 1 وليكزام رقم 3. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع اكزام جديد بالنسبه للاوتوميستيك.